عندك بقى طبعا المماليك انواع، المصريه اللي هي نصر صلاح الدين، الصلاحيه بتاعت صالح اللي هي البحريه، والبرجيه اللي هي الجراجيسه اللي هم الاتراك اللي اخر واحد فيهم كان طومان وباي. المهم عيلة نايبك طبعا خلف المنصور علي، المنصور علي كان عيل صغير لسه ما كانش ينفع، فعينه سيف الدين قطز واصي عليه، زي اونوجور لما عينه كافور الاخشيد واصي عليه. طبعا سيف الدين قطز هو كان اتابكة او معلم او مربي ليه المنصور علي. في الوقت ده ظهر اولاكو اللي هو بتاع المغول، اولاكو راح يستولى على بغداد، قتل الناس هناك واستخدم حاجه اسمها الحروب النفسيه، ان هو كان يخوف المسلمين ليه او منه. طبعا هو خدها من بغداد للعراق، وبعد كده خد الشام، وبعد كده دخل على مصر.